مزلها حق زمان كان عطرب يهب عجايب الدنيا، وكان الناس يصربوه ويدروا عجايب الدنيا، وكان نصربه ونسب المدافن نقول بالحب بالمدافن. الله بفرج بنار قبله همول والحمد لله قدر الرحمن فك القرع. والله نحن ندري حب هذا نسميه حب كبو، احنا نذراه يجي 7 أيام وينبت، بعد ما ينبت صبر له اسبوع اسبوعين، والمطر كل يوم الحمد لله، ثاني يوم ثالث يوم، الدنيا هذه سنة نعمة والحمد لله. الحمد لله مطر كذا كذا يعني، ونذرة ونحرث ونفعل كل شغل، اليوم فعلنا كبري. اليوم الأمطار الحمد لله نعمة، ونقوم بالمذرة كبري ذراع حمراء. هنا يا اخي انت حسسني ان الدنيا جح. ازعجت انا مالك؟ يلا يلا ماجد يلا وقتنا. شوف تغذيه الان برد يا اخو برصا. سبحانك يا الله لا برد، سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. ميجوز هذا ابن عمي، التقط فوتوغراف ونصور فيديو. يذكر بس تصور حق عندك فن، تصور بينو اتش دي فن. الله ما شاء الله. ما شاء الله. ليه ما قال لك التليفون من قبل امس؟ عندي الحليب بدك اهلا وما ادري. كمان صور البقر حق يا اخي الاستاذ خيره. ما له شيء. يا محمد سيد، يا محمد سيد، يا اخي خرجنا النبس انا قبل امس انا هنا والله راعي. ها يا اسماعيل انا نادي اطلع 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 الشيء فعل معك مقابله اطلع. هاي قابل معي وانا قابل معي. صدقوني.
ايوه خلينا اول نشجعه. ايوه خلينا اول نشجعه. واليوم هذه انت حاسب معك الصور احمد الله حاسب معك الصور احمد الله انا اروج لكم الوحيد اللي يروج البلاد والله ما حد يروج له